انا هكمل اللي اتفقنا عليه. مستني ايه؟ اتكلم مجدي. مش عايز اتكلم معاك الاول. اهلا يا باشا. احنا مش هنقبض على سليم دلوقتي، مش قبل ما نعرف هو وجابر بيجهزوا لايه. وبعدين لو بعتنا قوات مع مجدي ممكن سليم يحس ويهرب، ما نعرفش نجيبه تاني. بس كده مجدي مش لازم يبقى لوحده. لا مش هيكون لوحده، هبعت معاه حمزه وبهاء. الو، يا ماما، انا لسه صاحي يا حبيبتي، عامله ايه؟ والله رحت للدكتور وقال لك ايه؟ طب الحمد لله، الحمد لله على سلامتك. لا لا ما اعرفش يا ماما هخرج من الوزاره امتى، ما اعرفش، انا عندي بلاوي متلتله هنا لازم تخلص. هو انا بخرج من المكتب؟ لا لا ما تلاقيش، ما تلاقيش يا حبيبتي، ما تلاقيش، ربنا يستر ان شاء الله، ادعي لي انت بس. ماشي ماشي، حاضر 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 يا حبيبتي، حاضر حاضر، مع السلامة. سلام سلام يا ماما، هكلمك هكلمك اخر اليوم. سلام سلام. قوم يا عم بهاء، مجدي بيه عاوزك. عايز ايه زفت بيه؟ مش عارف، قال ان هو عاوزك. طيب رايح له، رايح له. تمام. اوعي تفكري ان عشان لسه بحبك هسكت على اللي انت بتعمليه. بس سليم لسه جوزي. جوزك اللي انت خايفه عليه ده هقبض عليه دلوقتي او بعدين هقبض عليه. طب ما تقبض عليه، انت عايز مني ايه؟ انا بديكي فرصه تانية دلوقتي، يا تبعدي عن سليم وتسيبيني اشوف شغلي، يا ادخلك في القضيه وهقبض عليك. ايوه بهاء. انت فين يا حمزه؟ انا في البيت بس جاي لك على طول. طب تعالى لي بقى والنبي بسرعه، شوف لي سمات بدل ما اعملها معاه. ايه ماله؟ بيقول لك مش هيروح يقابل سليم. طيب طيب انا جاي لك على طول. ايوه مش هقابل سليم الا لما تنفذوا لي طلبي. طلبك ايه؟ انت لسه فاكر نفسك لواء ولا ايه؟ انت مش عارف انت هنا بتعمل ايه؟ لا عارف، وعارف هيحصل لي ايه بعد ما انفذ لكم كل طلباتكم ويبقى ماليش لازمه، عارف كويس قوي. هتروح تقابل سليم ورجلك فورا يا ابني. بهاء خليني اتكلم معاه لو سمحت. اوه يا حمزه اهو عندك اهو، اتصرف معاه. طلباتك؟ عايز اروح لمراتي في المستشفى يا حمزه، هي بتتعالج من سرطان دم، وانا بقالي كتير قوي لا رحت لها ولا اتصلت بيها. وارجوك يا حمزه مش عايزها تعرف اي حاجه من اللي بيحصل لي ده، وعايز اودعها. ارجوك. حاضر.
هحاول. تحاول ايه؟ تحاول ايه يا حمزه؟ هو هيمشينا على مزاجه؟ لا لو سمحت، لو سمحت من فضلك. انا هتكلم في الموضوع مع اللي وسيف، بس مش هقدر اوعدك بحاجه. وانا كلامي واضح يا حمزه، مش هقابل سليم الا لما تنفذوا لي طلبي. يعني مجدي عايز يشوف مراته. وانت رايك ايه يا حمزه؟ انا رايي موافق يا فندم. موافق ازاي يا فندم؟ انا سالت وتاكدت، مراته فعلا في المستشفى، حاله لوكيميا في الدم متاخره جدا، يعني جايز دي تبقى اخر فرصه يقدر يشوفها فيها. لو منعناه ممكن ما يرضاش يساعدنا. ماشي يا حمزه، خلينا يشوف مراته. احنا ما نعرفش المره اللي جايه ممكن يطلب ايه. مفيش مره جايه، كل حاجه هتخلص النهارده. زائد ان مروح المستشفى ده هيفيدنا جدا. اللي هو مجدي قدام الناس يا فندم مش مقبوض عليه، يعني لازم يبقى حر الحركه، يروح ويجي زي ما هو عايز. ماشي، هنسيبه يروح يشوفها، بس انتوا الاثنين هتكونوا معايا، واي حاجه تحصل انتوا الاثنين مسؤولين قدام. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. ها يا حمزة، قررتوا ايه؟ هنسيبك تزور مراتك. متشكر حمزة، متشكر اوي. بس انت فاهم لازم هنبقى معاك. نخلص. معلش استحمل شوية، جايز دي تبقى آخر مرة يشوفها فيها. هو اللي عمل في نفسه كده يا حمزة. سليم. رد. أيوة سليم، أنا جاهز. لا لا لا، أنا عارف العنوان، أنا هروح لسليم. تمام، كلم اللي وسيف وقول له إن إحنا هنتحرك دلوقتي، خليه يجهز قوة. ماشي، القوات هتكون جاهزة قريبة منكم مستنية زي ما اتفقنا. لا خليك أنت وحمزة معاه، بس المهم سليم ما يحسش بوجودكم نهائي. ماشي؟ أوكي، هنكون على اتصال. يلا مع السلامة. رايحين يقابلوا سليم دلوقتي. لو كل حاجة مشيت زي ما احنا عايزين يبقى ملف جابر وسليم هيتقفل نهائيا ان شاء الله. جاهز؟ جاهز وعارف هعمل ايه. عايزك بقى تطلع راجل وتقول ولا تعمل حاجة ما اتفقناش عليها، هضربك بالنار. هنبقى قريبين منك علشان لو حصل اي حاجة. يلا هنخلص من سليم؟ الله أعلم، هنشوف. غادة بتفكري في ايه؟ مفيش. لا في حاجة حصلت؟ ما حصلش في حاجة كده، بس أنا كنت مستنيها تحصل وشكلها مش هتحصل. حاجة إيه؟ مفيش يا ماما، ما تشغليش بالك، أنا هدخل أنام. تصبحي على خير. استني
انت حنيتي؟ تبقي حنيتي. انت ناسيه دلوقتي سليم بقى ايه؟ ناسيه عمل ايه؟ لا ما نسيتش، بس مش ناسيه كمان انه كان جوزي وابو ابني. كان جوزك، لكن دلوقتي لازم تنسيه، لازم تشيليه من دماغي خالص. ده محكوم عليه بالاعدام. عارفه يعني ايه محكوم عليه بالاعدام؟ يعني ميت ميت. بس انا مش عايزه يموت. انت لسه بتحبيه؟ ايوه لسه بحبه. بعد كل اللي عمله لسه بتحبيه يا غاده؟ بحبه. طب ازاي وليه؟ عشان اللي بيني وبين سليم اكبر بكتير من ان انا اخد قرار فبطل احبه. سليم ما كانش جوزي وابو ابني وبس، ده كان حبيبي وصاحبي وكل حاجه في حياتي، وهو اللي ضيع منه كل حاجه. يا غاده انا كنت بحب سليم زي ابني واكتر، بس بعد اللي حصل ما ينفعش. ده قتل. فاهمه يعني ايه قتل؟ فاهمه يا ماما، فاهمه وعارفه كل حاجه عملها سليم، بس ده مش بايدي، ده غصب عني. طب واخرتها هتعملي ايه؟ انت فاكره يعني ان انتوا ممكن ترجعوا لبعض زي زمان؟ مش هيحصل. فوقي يا غاده، فوقي.